كيف يمكن لبلد لديه نهران كبيران كدجلة والفرات أن يعاني من شح المياه ثم الجفاف؟ سؤال يتردد على ألسنة الكثير من العراقيين بسبب تناقص المياه العذبة في العراق لا سيما في السنوات الأخيرة الإجابة على أرض الواقع فعراق ما بعد 2003 لم يشيد على أراضيه أي سد يذكر لحجز المياه والاستفادة منها ولم تعقد أي اتفاقية مع دول الجوار لتثبيت حصة العراق المائية أو تحديدها على الأقل. فملف المياه في العراق من بين الملفات المهمة للغاية التي تتذيل قائمة الاهتمامات الحكومية. وبينما العراق غارق في أتون الفساد الحكومي والصراعات المتتالية، تستثمر دول الجوار المتعطشة للمياه العذبة مثل إيران وتركيا الفرصة لخزن ما تحتاجه من المياه كسلاح استراتيجي يضاهي بحسب مختصين سلاح النفط. الفساد الحكومي وسياسات دول الجوار المائيه مع العراق، اضافه الى تصاعد درجات الحراره عالميا من جراء الاحتباس الحراري، عوامل افقرت العراق مائيا، وجعلت ملفه المائي رهن جهات خارجيه. وسعت ايران مؤخرا الى السيطره على مواردها واعاده توزيعها على الصعيد المحلي. فحولت مجرى مياه روافد مهمه كانت تصب في نهر دجله مثل نهري كارون وسيروان وما يزيد طين العراق بله ان ايران قد استخدمت هذين المجريين المائيين لتصريف مياهها الملوثه المستهلكه في المنازل والزراعه والصناعه فراحت ترسلها باتجاه العراق بدل معالجتها على اراضيها لتستقر في مصب شط العرب في البصره ثروة العراق المائية يبدو وكأنها تتبدد بسرعة كبيرة فالعراق ينتج نحو 22 مليار متر مكعب من المياه العذبة وفي نفس الوقت يتبخر منها سنويا 19 مليار متر مكعب بسبب درجات الحرارة التي تتجاوز الخمسين درجة مئوية لا خلال فصل الصيف كما أن البحيرات الاصطناعية مثل بحيرتي الثرثار والرزازة وخزانات المياه لا تتناسب حاليا مع بيئه العراق شديده الحراره وفقا لتقارير مختصه. ويؤكد البنك الدولي في تقرير له انه سيكون هناك ارتفاع في درجات الحراره بنسبه درجتين مئويتين من الان وحتى عام 2050 في مقابل انخفاض نسبه الامطار السنويه لنحو 10%، وهو ما من شانه ان يفاقم ظاهره التبخر ويدفع بالعراق الى ازمه حقيقيه.